أول إشي يسعد مساكم. بداية اليوم راح نبلش بشابتر 1 كالكولس 1، أول شابتر اللي بيحكي عن الـ functions and models. بداية أول شغلة راح نحكيها إنه عنا أربع طرق لتمثيل الـ function. أوكي، ممكن حد يسأل طب إيش يعني function؟ قبل شوي مهيب حكالي إنه الفانكشن هو عبارة عن علاقة تربط بين مجموعتين بحيث كل عنصر في المجال له صورة واحدة فقط في المجال المقابل. هذا الحكي تماماً صحيح، نفس المكتوب عندي الديفينيشن بالإنجليزي. A function f is a relation، معناها هي عبارة عن علاقة or a rule that assigns each element x in a set d exactly one element of x in a set e. معناها كأن الفكرة هي كالتالي، إنه أنا هيك بيكون عندي هون وبيكون عندي هون. أوكي، بيكون هون عندي مجموعة D وهون بيكون عندي مجموعة A. المجموعة هون بيكون عندي مثلاً 3 عناصر وهون عفرض 4 عناصر، تمام؟ أوكي، هات نختار عفرض لون هيك. هاد العنصر بيروح مع هاد، وهاد العنصر بيروح مع هاد، وهاد العنصر بيروح مع هاد، تمام؟ هسا أنا هون قدرت أعمل اقتران بحيث يربط لي بين الست إي دي مع الست إي. عفرض أنا خليت اللي بالست دي هم مجموعة من الإكسات وروحت ربطتهم بصور إلهم بإف إكس بالست إي. حلو؟ جينا بعديها حكينا معلومة إنه دي اللي هون اسمه دومين، وحكينا بعدها إنه إي وحكينا إنه E هي عبارة عن الكودومين، وفرقنا بين الدومين الكودومين وفرقنا بين الرينج. حكينا إنه أوكي، بس خلينا نختار لون تاني على فرض الزهري. المجموعة اللي بالزهري اللي هي اللي عليها خط أحمر هاي عبارة عن الرينج، هاي اللي بالزهري هي عبارة عن رينج. الرينج معناها هي عبارة عن صور، هي عبارة عن صور العناصر اللي موجودة في الست دي، تمام؟ أما الكودومين هو عبارة عن جميع العناصر الموجودة بـ E. يعني ممكن عادي هاي عنصر هون أنا عندي، هاي وهاد مش صورة لإشي، بس هو بينتمي للكودومين لكن ما بينتمي للرينج، فرقنا بينهم. طيب جينا معلومة نحكي، بس عرفنا إنه الرينج هو is the set of all images of the elements of D. بعديها حكينا إنه الرينج فرقنا أنه محتوى في الثاني، هو محتوى بالكودومين ولا الكودومين محتوى في الرينج، وحكينا هاي المعلومة هي الأصح، وواضح من الرسم ليش، لأن المجموعة الأصغر بتكون الرينج والأكبر الكودومين، لكن ممكن إنهم يتساووا أكيد إذا كانت كل العناصر مربوطة. لو أنا مثلاً ربطت هون هاي كمان هيك، هاي ربطت عنصر جديد، خلاص صفى هاد كليات الرينج. حلو لحد الآن؟ طيب مشينا شوي، سألنا سؤال. أوكي، find the domain, codomain and the range of the following function، تمام؟ أوكي، خلينا نشطب هذا الحكي ونحل إحنا. بداية الدومين إيش رح يطلع يا جماعة معي؟ والكودومين، يلا حد يحل معي. والرينج، في حد بحب يفتح المايك يجاوب؟ كمان مرة، اللي هي الدومين اللي هي 2 3 سالب 1، 2 3 - 1، ممتاز. والكودومين، الكودومين اللي هو المجموعة الثانية 5 و2 و10 و3 زائد علي، 2 10 3 وعلي. طبعا بدي انوهكم لنقطة انه هو حط لك، هو الكودومين عبارة عن ارقام واسماء اشخاص عشان يبين لك انه انا مش حاطة شروط ايش يكون الكودومين وايش يكون الدومين. المهم هو مجموعة اشياء، بس مجموعة عناصر ايش هم انا ما بيهمني، انا الفانكشن بس بدي اوجد علاقة بينهم. اوكي، الرينج كملي معي. الرينج 5 و10 و3، 5 و3، ممتاز جدا، و3. أوكي، ممتازين.
تعال نكمل. أوكي شوفوا يا جماعة هون شو بحكي. بحكي لك إنه أنا عندي رسمة، ومن الرسمة بدي إياك تطلي الدومين والرينج. طيب خليني أنا أوريكم عشان كتير مهمة. لما يعطيني رسمة وبده الدومين والرينج، الدومين بحط عيني على محور السينات، بشوف وين ببلش الاقتران وين بخلص. طلع معي، حطيت عيني أول إشي، حطيت عيني على محور السينات في الدومين، شفت وين بلش الاقتران وشفت وين خلص. حلو لحد هون؟ طيب الخطوة اللي بعدها إيش القيم؟ قيم X اللي قدرت أعوضها بالاقتران، هاد هو الدومين. يعني هون لو أنا اخترت النقطة A، ما هي موجودة على محور السينات، تنتمي للرسمة. النقطة B تنتمي، وأي نقطة بين A وبين B برضو موجودة في محور، على محور السينات، وبتنتمي للرسمة، صح؟ معناها الدومين بطوله من محور السينات. إذا الدومين عندي هون هيكون عبارة عن الفترة المغلقة AB. طيب الرينج إيش باجي بعمل؟ نيجي ننسى هاد بالرينج، هاد ننسى بالرينج. نيجي نطلع على محور الصادات، منشوف وين ببلش الاقتران وين بخلص. إيش قيم Y اللي بقدر أعوضهم وما بيكون عندي مشاكل في الاقتران؟ واضح F الـ A بقدر موجودة في الاقتران، وF الـ B موجودة في الاقتران، وأي نقطة بينهم برضو موجودة. إذن الرينج عندي عبارة عن F الـ A F الـ B، أي نقطة بين هدول هو عبارة عن الرينج. تمام؟ طيب ننزل شوي شوي أكثر أكثر أكثر. أوكي بدي حد يساعدني، إيش الدومين هون إيش الرينج؟ من سالب ما لا نهاية لسالب اثنين تحتوى من الصفر ل هاي اتحاد. أوكي أمسر هون فيسال، هاي من سالب ما لا نهاية لسالب اثنين اتحاد. من الصفر. أوكي من الصفر لا للثلاث. طيب وين أفتح وين أسكر؟ أوكي منار ومحمد سالب على النهاية مفتوحة، سالب اثنين مفتوحة. أوكي صفر ثلاث مغلقة. ممتازين جدا ممتازين، هاي التنتين مسكرات هون. حلو لو نيجي على الرينج، إيش الرينج عندي؟ الرينج منروح عين على محور الصادات، شوفوا لي وين الاقتران ببلش وين بخلص، ايش بقدر اعوض. اوكي من الصفر للخمسة، من الصفر شوي نكتب، من صفر في حد حكى من صفر لخمسة، من صفر لخمسة في قبلها بس. اوكي من صفر لخمسة قصدها هي هاي المنطقة، من ما لا نهاية لخمسة. أوكي من ما لس من ماينس ما لا نهاية لخمسة. طيب نقدر نكتبها يا جماعة؟ لا ما أعتقد. ليش شوي نقدر نكتبها بشكل تاني؟ أوكي مهي واضح عندك اعتراض، احكي لي إيش الطريقة اللي بدك تحكي فيها الرينج. بقدر أقول R ما عدا. طيب نقدر نحكي من ماينس ما لا نهاية لسالب اثنين مفتوحة لفترة، من سالب اثنين للخمسة مغلقة. من سالب اثنين لا، من سالب ما لا نهاية لسالب اثنين مفتوحة اتحاد. صفر للخمسة. من صفر للخمسة. طيب عندك غلطة صغيرة بس انتبهي لها لحالك. هاي الفترة صح. للصفر من سالب ما نهاية للصفر. ممتاز هاد صفر يا جماعة. أنا الرينج عندي هاد كلياته، بنسى محور السينات خلص، الرينج ببلش أطلع محور الصادات. تمام إيش بقدر أعوض؟ هاي أنا عندي هون فيش حدود من تحت، يعني مادة من تحت،
إذا من سالب ما لا نهاية نطلع لعند وين وصل؟ لعند الصفر. الصفر ما في عند يعني هون أوكي ما في صورة لسالب اثنين، بس بالمقابل أنا عندي صورة صفر هون، إذا برضو فيش مشكلة بكمل من صفر لخمسة. إذا سواء كتبت بهاي الطريقة أو كتبت بهاي الطريقة فهو صح، لكن لازم نسكر هون الفترة عشان يطلع صح، تمام؟ لأنه صفر هون مسكر، سالب صفر هون مفتوح. طيب ننزل أكثر شوي، مش لها الدرجة تنزل. أوكي هون بدي حدا يساعدني، إيش الدومين وإيش الرينج؟ يلا الدومين من سالب خمسة لعشرة، سالب خمسة مفتوح. سالب خمسة لعشرة سالب خمسة مفتوحة. أوكي بس بقدر أقول من سالب خمسة لسالب اثنين ومن سالب اثنين. أوكي بدي تنتبهوا إنه عندي اثنين مفتوحة، تمام؟ عندي اثنين هون مفتوحة، يعني ثلاث فترات. على شكل ثلاث فترات، وممكن تكتبها على شكل فترة وتستثني نقطة. أوكي البنت اللي حكت قبل شوي، احكي لي إيش ممكن نكتب الفترة الكاملة وإيش النقطة اللي بنستثنيها؟ من سالب خمسة مفتوحة لعشرة باستثناء اثنين. ممتازة جدا، العشرة أسكرها ولا أفتحها؟ العشرة مسكرة بس الخمس مفتوحة. ممتازة ممتازة، ما عدا اثنين. أوكي مهم، أعطيني الثلاث فترات اللي حكيت عنهم. من سالب خمسة مفتوحة لسالب اثنين مغلقة. أوكي اتحاد. ومن السالب اثنين لاثنين مفتوحة، اثنين مفتوحة للعشرة. سالب اثنين مفتوحة ل لاثنين مفتوحة. حلو. اثنين مفتوحة للعشرة. أوكي. والعشرة مسكرة. ممتاز، إذا طلعنا كلياتنا نفس النتيجة، سواء كتبنا هيك، سواء كتبنا هيك، فطريقتين صحيحات. تمام. نيجي للرينج. حد يفتح المايك ويحكي لي إيش الرينج. الصوت بقطع. الصوت بقطع عند الكل ولا بس عند مهيب؟ عند الكل. عندكم كلكم صوتي بقطع؟ اوكي انا قاعد جنب الانترنت فاي هوب انه يتحسن هسه شوي. اوكي خليني اقرا. منار بتحكي عن الرينج. منار بتحكي الرينج من سالب 3 ل 0 تمام، ومن 1 ل 10 باستثناء 2. ليش؟ لا غلط. اوكي انا ما حكيت صح ولا غلط لسه، بلشت صح بس شوي غلطت، شوي صغيره غلطت مكان. اوكي مهيب اذا عندك محور الصادات يعني لازم توصل للأربعة. ممتاز. اوكي مهيب اذا شو اكتب الرينج؟ على فترات ولا فتره واحده؟ اوكي اكتبها على فترات عشان اخلي البنت تجاوبها من فتره واحده. يلا اوكي شكل الخط لسه سالب 3 للصفر. اوكي هاي سالب 3 لا الصفر. اوكي اتحاد. اتحاد ايش؟ من الصفر، من الصفر للواحد. اوف مهيب. من الواحد للأربعة. مهيب هون في اقتران؟ لاثنين، لاثنين قصدي. شوي من سالب 3 لصفر تمام، بعدها من الواحد لاثنين. لاثنين اوكي يعني اوكي من واحد لاثنين. اوكي لازم افتح واثنين للاربعة. اثنين اوكي اتحاد. من اثنين للأربعة وأسكر الأربعة.
أوكي ممتاز محمد. أوكي ممتازين. بس بدي تنتبهوا بس على إنه متى بنفتح ومتى بنسكر، لأنه هو مش صعب الموضوع إنكم تطولوا الرينج أو الدومين، لأنكم ما شاء الله عنكم الصراحة شاطرين. بس انتبهوا لي لما تكون الدائرة مفتوحة معناها الفترة مفتوحة، دائرة مغلقة معناها الفترة مغلقة. أوكي الشيء اللي بعده، الشيء اللي بعده يا جماعة بحكي ضروري ينحكى. Y دائما تساوي F of X، تمام؟ هذا X اسمه متغير مستقل، هذا اسمه متغير تابع. إيش يعني؟ يعني مثلاً أفرض Y تساوي X تربيع، لو أنا مجرد ما غيرت حطيت مثلاً X واحد بعديها غيرت X حطيتها اثنين، قيمة Y لحالها تتغير، فواي تعتمد على X، هذا المقصود هون. والدليل إني كتبت الفونكشن دلالة X معناها X مستقلة independent variable، بينما Y شخصيتها ضعيفة شوي. ليه؟ لأنها مجرد ما تغيرت X راحت هي تغيرت. ليش؟ لأنها هي تعتمد عليها، حطيتها عكازة إلها، تمام؟ هاي المعلومة اللي بتحكيها هون. إيش يعني متغير تابع؟ إيش يعني متغير مستقل؟ تمام؟ أوكي حلو هذا السؤال، جدا حلو. معطيكم اقتران معين. هاي fx equal 2x تربيع minus 5x plus 1، بدي اياك تحسب fa plus h minus fa over h، طبعا بشرط اكيد المقام لا يساوي صفر، لان انا حكيت لكم بالرياضيات كوارث بشريه اذا حطينا المقام صفر صراحه. اوكي مهيب عادي، سو اي حد فيكم يفتح المايك، بعملهم كل واحدة لحال. طبعا اسهل خطوة انك تعمل كل واحدة لحال بعديها تجمعهم على بعض، اسهل. اوكي شو اي حدا بحب يلا يفتح المايك. اول شيء بناخذ ايه زائد بعرف شو هي اتش. اوكي ايه زائد اتش يلا. اوكي مهيب بس بدي احكي لك بعوض في المعادلة اثنين تمام ايه زائد اتش كل تربيع حلو ناقص 5 A زائد H زائد حلو زائد 1 ممتاز. بعدين بفك الأقوات 2 تربيع 2 A H تربيع ممتاز ناقص 5 A ناقص 5 H بتصير 5 A 5 H زائد 1 بدخل 2 A تربيع زائد 4 A H زائد H تربيع وبجمع وبطلع الإشي ناقص 5 A ناقص 5 H بس 1 صفت العملية. اللهم بس عملية تجميع. في إشي بيختصر مع بعضه، في عندي هون A H في إشي يختصر مع بعضه صح، طويل الحكي. طيب اللي عمله مهيب يا جماعة بس إنه عوض محل كل x a زائد h. ليش؟ أنا عندي الاقتران دلالة x، كل اللي داخل القوس x، معناها لما أجي أعوض f ال a plus h كل اللي داخل القوس بدي أحط مكانه، يعني بدي أعوض محل كل x a زائد h، تمام؟ مش شغلة صعبة. نفس الشيء عند f ال a، محل كل x بدي أحط a، بصفي عندي 2 a تربيع minus 5 a بلس واحد. حلو حد هون؟ طيب هسه بدي ابلش اجمعهم مع بعض. اف اي زائد اتش هاي حليته فوق، انا بس بدي اعوض ارقام 2 اي تربيع بلس 4 اي اتش بلس 2 اتش تربيع ماينس 5 اي ماينس 5 اتش بلس 1 ماينس هذا المقدار كلياته يا جماعة. توزع هاي افتح كوسة ولا شي بعدين بنوزع. اوكي انا بدي اوزع مباشرة بس بعكس اشارة كل حد. هاي 2 اي تربيع ماينس الماينس موجب 5 اي ماينس في موجب ماينس هاي ماينس على اتش. طيب هاتوا مع بعض نشوف اذا في اختصارات. يلا اختصارات. اوكي بس بليز غير اللون. اوكي في اختصارات يا جماعه ولا ما في؟ اوكي
الخمسة A مع الماينس خمسة A بتروح واحد مع واحد، اثنين A تربيع مع اثنين A تربيع. هاي واحد مع واحد ممتاز، اثنين A تربيع مع اثنين A تربيع ممتاز. ضل اشي تاني؟ لا صح؟ نعم، بس نقدر نطلع تسعة مشترك من يضل ونخسر مع اللي تحت. اوكي خلينا بس نكتب شو ضل اساسا هو. انا ضل عندي 4 AH plus 2H square minus 5H over H. بقدر اطلع ال H عامل مشترك تفهم مع اللي تحت وتطلع جواب خلاص. اوكي نفس ما ايش نفس الشيء حكيت، بنطلع ال H عامل مشترك بصفي عندي 4 A plus 2H minus 5 على H. هاي مع هاي بتختصر فبصفي عندي الجواب. اوكي بس خلينا ننزل شوي، بصفي عندي الجواب بس 4A plus 2H minus 5. هذا الحكي اعتقد لحد الان مفروض سهل صح؟ اه سهل، يلا على اللي بعده. على اللي بعده اوكي، شوفوا اللي بعده شو بحكي. شوفوا شو يا جماعة، انا حكيت كل صورة في، بس خليني هاي انقلها هون. كل صورة في المجال إلها صورة واحدة فقط في المجال المقابل، هذا اللي حكيته أنا صح؟ معناها أنو اللي مسموح؟ أوكي إيش اللي مسموح يتكرر؟ ممكن هون يعني عشان تفهموا علي، أنو الصح من هدول الرسمتين؟ ويت، أنو الصح من هدول الرسمتين؟ هاي أنا هيك حطيت عفرض هيك، أوكي هيك الأولى الأولى. لا لا انسى انسى، أنا مش عم بحكي عن هاي، بحكي عن الثانية والثالثة. أوكي الثانية على أكيد، الثانية اللي صح؟ لأن الأولى ممنوع يكون للدومين أكثر من صورة، فقط صورة واحدة، بس الثانية يعني ممكن إنه يكون لأكثر من عدد نفس الصورة، يعني مثلاً لو كان F X بيساوي واحد ف... أكيد يعني فيش مجال كل قيم X هي واحد. الثانية على الأكيد. واو على الأكيد. آه متأكدين من هالمعلومة؟ آه الثاني صح في مبين. استنى 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 استنى، ليش نصعبها بعض؟ ما بعرف ليه عم بيخمن الخط بس اوكي. هاي هاد اقتران ولا مش اقتران؟ ضلع. بلا اقتران، بلا اقتران، اقتران والله والله اقتران. لا 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 يا كل التناول ايش. طيب انتبهوا كتير. اوكي محمد ممتاز، انتبهوا يا جماعة، انتبهوا كتير مش شوي. بقطع في بلامس في نقطتين ثلاث الاقتران، وهذا مش اقتران. ليش؟ هون كل عنصر عادي fx equal 1 معناها اف الواحد واحد، اف اتنين واحد، اف التلات واحد. لو هاد حطيت واحد اتنين خمسة، اف الواحد واحد، اف اتنين واحد، اف الخمسة واحد، عادي هاد اقتران. لكن انا حكيت كل صورة في المجال الها صورة واحدة فقط في المجال المقابل، ممنوع يطلع عندي من المجال سهمين. تمام، هاد مش اقتران، التاني التالت اللي اقتران. طيب عشان أوضح لكم أكثر الحكي شو يعني، طلعوا معي القاعدة هون إيش بتحكي. أوكي بطل المساح، في عنا مساحة. تمام بسم الله. القاعدة هون بتحكي يا جماعة إنه أنا إذا كان عندي رسمة معينة في الـ XY plane عبارة عن function، يعني هسا إذا كان function ممنوع منعاً باتاً لما أعمل vertical line، لما أعمل خط عمودي
ممنوع ينقطع الخط بنقطتين. قطع خط الخط نقطة واحدة مرحبا في الاقتران لعنا. قطع الخط العمودي قطع الرسمة بنقطتين بطل اقتران. هذا اللي بتحكيه القاعدة. A curve in the xy plane is the graph of a function of x if and only if no vertical line intersects. Intersects أو intersects معناها إنه بقطع the curve more than once. عشان يكون function ممنوع الخط العمودي يقطع الرسم اللي عندي أكثر من نقطة واحدة. طيب بناء هذا الحكي لو سمحتوا بس احكوا لي. الأول اقتران، الثاني لا. أوكي، مهيب بحكي الأول اقتران، تتفقوا معه ولا لا؟ مهيب بحكي is a function، هذا function. صحيح. حلو، صحيح، متفقين معه؟ الثاني لا. أوكي، بس نوضح ليش؟ الثالث لا. لأنه حب حب صبرك علينا. هون لما عملنا vertical line على كل curve عادي، قطع خط واحد، قطع نقطة واحدة. متفقين؟ حسب التعليل اللي هسه حكيناه تمام. الثاني مهيب بيحكي لا، متفقين معاه انه لا؟ صحيح لا. طبعا. طيب ليه؟ لانه عند النقطه الواحده في لها صورتين، بقطع في مكانين. ممتازين، جدا ممتاز. عند انا القيت على الاقل اوجد خط واحد بقطع الكيرف، على الاقل خط واحد بقطع الكيرف بنقطتين بطل فانكشن. طب ممتاز. الثالث. الثالث لا. لا مش اقتران. طب حد يفسر لي ليه؟ لا لا. لأنه في الجزء السالب من x y في عندي نقاط لها صورتين. أوكي ممتاز. معناها هون. في سؤال. أوكي بس شوي مهيب. هون قدرت ألاقي لو خط واحد على الأقل في نقطة بقطع نقطتين مش نقطة. مهيب اسأل. هسا لو افرض الرسمه كانت فرد ديكارت على شكل مدرج مدرج ناجي. طيب نجرب نرسمه. لا نجرب نرسمه هيك مدرج يعني هيك مهيب. لا درج يعني زي درج مستقيمية يعني بتنزل الدرجة وعادي يعني زي اقتران اكبر عدد صحيح مثلا. ايوه ايوه بالضبط زي هاد. طب مهيب هاي خط قطع اكثر من نقطه، هاي خط قطع اكثر من نقطه، هاي خط قطع اكثر من نقطه. بكيت بدي اتاكد بس. لا طبعا هاد مش فانكشن طبعا. طيب نيجي على اللي بعده. طيب لا مش هنيجي على اللي بعده. هنوقف نسجل الريكورد تمام ونيجي ندخل على نفس اللينك عشان نبلش بهذا الجديد تمام، لانه موضوع طويل شوي هذا. يلا اذا فوق خلصنا ايش يعني فانكشن، خلصنا اذا اعطاني رسمه كيف اطول الدومين والرينج منها، خلصنا اذا سالني خلال رسم معين هاد فانكشن او لا. هسا بدنا نكمل على موضوع كتير مهم بحكي انا معطيني اقتران معين بده ياني اوجد له الدومين لإله، بس مش من خلال رسم، لا بده ياني احل حل. اوكي بسيط الموضوع، بسيط الموضوع. بداية بدايةً نبلش مع الجذر لاقتران، جذر سواء زوجي سواء فردي. يا جماعة بدنا نعرف نقطة كتير مهمة. شو هي النقطة؟ شو بتحكي النقطة؟ النقطة بتحكي إنه أنا اللي بخليني أتحكم بموضوع الدومين للجذر قوة الجذر. إذا كانت قوة الجذر فردية إذا كانت زوجي بتأخذ موجب. بس كمان مرة إذا كانت فردي بتأخذ سالب وموجب. حلو إذا كانت زوجي بس موجب ممتازة.
ممتاز جدا. البنت بتحكي اذا كانت قوه، هاي انا عندي جذر النوع جذر قوه ان لجي لاقتران اسمه جي اكس. اذا كانت ان فرديه الدومين ما في عندي مشاكل لاعوض قيمه اكس. الدومين شو معناها؟ ان انا ايش قيم اكس اللي بقدر اعوضها، ما فيش عندي مشاكل يا عمي. هاي جذر ال 111 تمام. هذا الرقم فردي، انا هون شو ما يكون عندي اقتران في اكسات في الاكس طبعا اوكي، ما حيكونش عندي مشكله اعوض. ليش؟ لانه القوه فرديه. لكن متى حتبلش عندي مشكله اني ايش اعوض قيمه اكس؟ لما تصير القوه زوجيه. متى ما بلش تصير القوه زوجيه؟ كيف اوجد الدومين؟ عن طريق ما داخل الجذر اكبر او يساوي صفر. اكبر او يساوي، اكبر غلط، يساوي غلط، اكبر او يساوي. طيب هيك انا وضحت. نيجي يلا فايند دومين. احنا بنحط يساوي وبس. لا طبعا، لا طبعا، اكبر او يساوي. مو ايش يعني اكبر او يساوي؟ يعني انا بقدر اوكي بقدر احنا نحط يساوي بس معوض عادي عم حل انه اكبر، بس انه بالحل نحط يساوي عشان نطلع اصفار اوكي اصفار. فهمت قصدكم. هسا واحنا نحل بالمتباينة هاي، احد الطرق اللي نوصلها انه نساوي المعادله بصفر. بس بعد ما نساوي المعادله بصفر ونشوف الاقتران على خط الاعداد من طول منه وين موجب، فهو كأول خطوة للحل هيك بمشي. قوة الجذر موجب ولا أد ولا إيفن؟ فردية ولا زوجية؟ فردية. خلاص الدومين شو ما يكون كون R نسال ما لا نهاية ما لا نهاية. طيب قوة الجذر زوجية؟ لا ساعتها في مشكلة، بدي أخلي اللي تحت الجذر أكبر أو يساوي صفر. هون ببلش أحل متباينة. طيب بناء على الحكي اللي حكيته، find domain of f of x جذر قوة 13 ل 2 x تربيع بلس 5 x. ايش الدومين؟ يا رب. جذر قوة 13 r. ممتاز مهيب. ليش r مهيب؟ r لانه ال 13 رقم odd، رقم فردي. طيب جذر الرابع لا x تربيع بلس 2x، ايش الدومين؟ متباينة هاي. ممتاز متباينة. اذا انا بدي since الاربعة is even بدي امشي انه اللي داخل الجذر اكبر او يساوي صفر. هاي اكبر او يساوي صفر، معناها x بخرجها عامل مشترك x بلس 2 اكبر او يساوي صفر. هاي امبارح حليناها كيف؟ سويناها بصفر x بلس 2 equal صفر، ومن هون بطلع انه x تساوي صفر x تساوي ماينس 2. برسمهم على خط الاعداد ماينس 2 وبرسم الصفر. امبارح نمشي على نفس عكس شوي، نفس عكس نفس، بس انا حكيت لهم انه بليز خذوا ارقام احسن دائما اضمن. فخذوا هون واحد، لو اخذنا واحد بنعوض بالمعادله واحد تربيع بلس 2 3 موجب، موجب. لو اخذنا هون ماينس واحد، ماينس واحد تربيع واحد ماينس 2 سالب، اذا هون سالب. لو اخذنا هون سالب 3 اللي هي 9 ماينس 6 تطلع موجب، اذا هون موجب. انا برجع للمتباينه الاصليه. المتباينة الأصلية بدي وين قيم x اللي لو أعوضها بتضل الإشارة عندي أكبر أو يساوي صفر. إيش يعني أكبر أو يساوي صفر؟ معناها أنا هون طبعاً بعوض سالب 2 صفر وبعوض الصفر صفر، معناها هدول القيمتين الصفر والسالب 2 أكيد دخلات بالدومين. بضل عندي بدي القيم الموجبة وين؟ ممكن حد يساعدني وين القيم الموجبة؟ إيش أكتب الدومين يعني؟ من ماينس ما لا نهاية للسالب 2. أوكي لماينس 2 اتحاد من صفر لما لا نهاية. ممتاز جدا، ممتاز جدا. اوكي امبارح كتبناها بطريقة تانية انه ممكن تحكوا كل ار ما عدا سالب 2 وصفر مفتوحة، تمام؟ يعني المتممة لهذا الحكي في ار. اوكي
عندي h of x equal جذر 2 minus x. أول خطوة بطلع على قوة الجذر كم؟ 2. 2 even. إذن برضو بدي أحل على مطابقة. معناها 2 minus x. 2 minus x. أكبر أو يساوي صفر. ممتازة. 2 x. x أقل أو يساوي 2. إذن هاي المنطقة. إذن إيش الدومين؟ من ماينس ما لا نهاية لاثنين. أوكي. اثنين مسكرة ولا مفتوحة؟ اثنين مسكرة. ممتاز جدا. طيب. ننزل. أوكي. إيش الموضوع الجديد؟ مش جديد كثير، لا. بس بعد. إنه أنا بحكي لك بكون عندي اقتران بسط على مقام. ركزوا بالكتابة اللي أنا عم بكتبها، تركزوش في المكتوب. ليش؟ بدي أحكي أنا بشكل عام، بعدين أوضح الحالة الخاصة. بشكل عام، دومين البسط على مقام. بوجد دومين البسط. بوجد دومين المقام. بعمل تقاطع لدومين البسط ودومين المقام، وبنقص أصفار المقام. اللي هون الشيء اللي بخلي لي إياه صفر. وضحت؟ بوجد دومين البسط. بوجد دومين المقام، بعملهم تقاطع وبنقص أصفار المقام. طيب نيجي نشوف هون شو حاكي. بحكي لك if f of x is rational function، معناها اقتران نسبي، بقدر أكتب f of x px على qx، تمام؟ بحيث إنه p of x وال q of x polynomials من هاي الكلمة بس. البولينوميال ممكن حد يحكي لي ايش دومينه؟ يا رب حد يحكي لي. الريال نمبر. ممتاز. اللي هي R. ممتاز. طيب نرجع بالحكي اللي حكيته، نطبق القاعدة هاي هون. أنا حكيت بالبسط على مقام، نوجد دومين البسط، نوجد دومين المقام، نعملهم تقاطع من نقص أصفار المقام. دومين البسط كونه هون عندي بولينوميال، دومينه R. تقاطع دومين المقام برضو كان هو معطيني معلومة إنه polynomial برضو دومينه R. minus متى بيكون عندي q of x تساوي 0، يعني minus أصفار المقام. تمام. هذا اللي بحكيه هون. دومين البسط على مقام هو عبارة، طبعا لما يكون rational معناها البسط بيكون كثير حدود المقام، بيكون عندي كثير حدود، معناها دومينه R ما عدا أصفار المقام. هاي هي الحالة الخاصة من الحالة العامة اللي أنا حكيتها. طيب ماشي، تعالوا نطبق. f of x، أوكي نفتح بس نشوف. مش لازم نرسم، لا مش لازم ترسم. أنا عم بعطيك حالات يا مهيب، إنه هو مش معطيك رسمة وبدي اياك توجد هذا الحكي بالحال. ما فيش داعي ترسم، مش طالب منك سكتش لسه ما بلشنا فيه. خلاص تمام. اوكي، هون البسط بولينوميال كثير حدود، والمقام كثير حدود. دومين البسط R، دومين المقام R، تقاطعهم R ما عدا X اللي بتخلي لي المقام تساوي صفر. طيب سالب موجب ناقص جذر 5. ممتازين. اوكي، اذا انا هسه الخطوه اللي بدي اوجدها هون انه متى المقام يساوي صفر. معناها ايش يعني المقام؟ معناها اكس تربيع ماينس 5 تساوي صفر. ومن هون بستنتج انه اكس تساوي موجب سالب جذر 5. اذا دومين اف هو عباره عن ار ما عدا موجب سالب جذر 5. تمام؟ هذا الحكي المفروض واضح. يعني سهل لما حكينا هسه القاعدة العامة. طيب ننزل. اوكي. تعيد الحالات. اي حالات بالضبط؟ اوكي. بالاخر حعيدهم، ماشي. احنا مشينا على جذر ومشينا على راشونال، هسه نمشي على الجرتب. خلينا نخلصهم ونعيدهم. اوكي. يلا. بسم الله. اوكي. اللوغاريتم. يا جماعة بدي كتير تركزوا تفرقوا ما بين اللوغاريتم والجذر. الجذر إذا كانت قوته زوجية بدي أخلي اللي جواه أكبر أو يساوي صفر، تمام؟ بينما باللوغاريتم ما داخل اللوغاريتم أكبر من صفر فقط لا يساوي صفر.
إشارة المساواة بدنا نشيلها باللوغاريتم، تمام؟ متفقين؟ أعيد المعلومة. باللوغاريتم بدي الدومين إله فقط ما داخل اللوغاريتم أكبر من صفر، هاي كاتبتها. دومين F إنه ما داخل اللوغاريتم أكبر من صفر. حلو هذا الحكي؟ فيش إشارة مساواة، تغلطوش؟ طيب. معناها جي اوف اكس تساوي لوغاريتم، ما بهمنيش شو الرقم صراحه، 7 8 10 1000 ما بهمنيش، انا ما حكيت اللوغاريتم بالنسبه لايش، لكن انا بدي مداخل اللوغاريتم اكس ماينس 3. ممكن حد يحكي لي كيف وجد الدومين اكس ماينس 3 اكبر من صفر؟ ممتاز، اكس ماينس 3 اكبر من صفر، معناها اكس اكبر من 3. اكس اكبر من 3. اوكي، ايش بكتب الفتره؟ من ثلاثة للما لا نهاية. ممتازين. والثلاث مفتوحة لأنه ما في مساواة. ما في مساواة. ممتازين. حلو. 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 أموركم ممتاز. نمشي. شوفوا شو بيحكي هون. F of X عبارة عن حاصل جمع أو طرح اقترانين. أو F of X حاصل ضرب اقترانين. قبل شوي حكينا عن حاصل القسمة. نسونا منها. نعيد. إذا كان الاقتران عبارة عن حاصل جمع اقترانين أو جمع أو طرح أو حاصل ضرب، كيف بوجد الدومين؟ بوجد دومين الأول وبوجد دومين الثاني وبعمل لهم تقاطع. متى؟ لما يكون بينهم إشارة موجب سالب ضرب. كمان مرة. طيب، عندي اقتران عبارة عن حاصل جمع أو طرح اقترانين أو حاصل ضرب اقترانين، كيف بوجد الدومين لهذا للكبير؟ عن طريق اني اوجد الدومين الاول واوجد الدومين الثاني واعملهم تقاطع. طب كثير حلو هذا الحكي، تعالوا تعالوا هون. f of x equal tan x تربيع plus جذر ال x minus 5. لو انا هاد فرضته g of x وهاد فرضته h of x، كيف بوجد الدومين f of x اللي هو g of x plus h of x؟ كل واحد مجاله لحاله. ممتازين، وبعدين بوجد لهم تقاطع. طيب تقاطع الدومين للاول ار، دومين الاول ار، ممتاز، لانه بولينوميال ما في عندي مشكله. طيب دومين الثاني من 5 الى ما لا نهايه. اوكي، سريع كثير مهيب، بس خلينا نوضح ليش برضه، خلينا لسه داري لازم نمشي. الجذر قوته 2، طبعا اسمعوا، ما دام فيش قوه فوقه اذا هي نفسها قوته 2. هي اوكي، هي معلومه لكم. معناها قوته زوجية لأنه 2 زوجي، معناها مداخل الجذر أكبر أو يساوي صفر، معناها x ناقص 5 أكبر أو يساوي صفر، معناها x أكبر أو يساوي 5، معناها من 5 لإنفينيت. أوكي، إذا دومينه من 5 لإنفينيت. طيب أوكي، إيش ضل الخطوة اللي أعملها يا جماعة؟ ايش ضل الخطوة اللي نعملها؟ نوجد التقاطع. اوكي، نعملهم تقاطع. هاي انا عندي، اوكي، هاي عندي R كل الخط، مش مهم. هاي عندي من 5 لا ما لا نهاية، هذا كلياته تقاطع الخط، كلياته تقاطع كل هذا الخط. ايش بيطلع الفترة اللي معي؟ انت ايش خمسة؟ ممتاز جدا. اذا r تقاطع من 5 لما لا نهايه تساوي 5 لما لا نهايه. طيب كثير حلو، نخلص الدومين ونوقف اليوم، تمام، مش هنطول كثير. اوكي، f of x equal، هاي هسه حكيتها اللي هي فوق الحاله العامه، g of x على h of x. فوق اعطاني حاله خاصه انه يكون البسط كثير حدود والمقام كثير حدود، فكانت الفكرة إنه هو بس معطيني حالة خاصة، فأنا حكيت لكم إنه الفكرة هون إنه نجد تقاطع، أوكي، نجد دومين البسط، نجد دومين المقام، نعملهم تقاطع ومنطرح أصفار المقام. الحالة الخاصة اللي فوق كانت إنه هاد بولينوميال في دومين R، وهاد بولينوميال دومين R، وR تقاطع RR، معناها R ما عدا أصفار المقام اللي هو أصفار H of X، تمام؟ بناء على هذا الحكي تعالوا نحل. تعالوا نحل. اوكي، find the domain of the following. معطيني يا جماعة بسطة مقام. ممكن حتى يعيد شو بدنا نعمل لما نوجد الدومين؟ سريع. أول شيء الدومين جي إكس
نوجده. تمام، دومين اكس. حلو، وبعدين دومين الاكس ومعنى نعمل تقاطع. حلو، وبعدها نقص اصفار المقام. نقص اصفار المقام، ممتازين. جي اوف اكس تساوي جذر التربيع ل 4 ماينس اكس. جذر قوته زوجية لأنه 2 even، معناها مداخل الجذر أكبر أو يساوي صفر، هي أكبر أو يساوي صفر، معناها 4 أكبر أو يساوي x، يعني x أقل أو يساوي 4، معناها الدومين تساوي من سالب ما لا نهاية ل 4، لأنه على الخط x أقل من 4، هي 4 x أقل. أوكي، هي مسكرة. دومين h of x برضو القوة زوجية since 2 is even، معناها مداخل الجذر أكبر أو يساوي صفر، x minus 2 أكبر أو يساوي صفر، معناها x أكبر أو يساوي 2، معناها الدومين تـ h تساوي من 2 مسكرة لما لا نهاية. بليز 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 انتبهوا إذا في هون إشارة مساواة أو لا، عشان تعرفوا تسكروا هون الإشي ولا تخلوه مفتوح. طيب، بنخلي المقام صفر عشان نستثني أصفاره، معناها جذر الـ x minus 2 تساوي صفر. متى الجذر يساوي صفر؟ إذا اللي داخله صفر، معناها x minus 2 تساوي صفر، معناها x equal 2. طيب، ضل الخطوة اللي أعملها إنه أنا أوجدت هاي هون دومين، وأوجدت هون كمان دومين، ضل أعملهم تقاطع. هذا نحط على خط العدد أسهل لنا، من سالب ما لا نهاية لأربعة، هاي الفترة الأولى. الإشي الثاني اللي هو، أوكي السهم حيكون مفروض لهون، من سالب ما لا نهاية لأربعة، تمام؟ الفترة، أوكي من اثنين لما لا نهاية، هاي اثنين. اثنين للأربعة. ممتاز، إذا تقاطع دومين جي تقاطع دومين اتش تساوي من اثنين لأربعة، أسكرهم ولا أفتحهم؟ عند الاثنين مفتوحة لا وعندها. لا. عند الأربعة، عند الأربعة مسكرة. طب هاي الأربعة مسكرة، اثنين مفتوحة ولا مسكرة؟ مفتوحة عشان صفر مقام. مفتوحة؟ طب ليه؟ عشان صفر مقام. مقام. أوكي 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 أوكي، أنت عم ترجدي لي مباشرة. أوكي، أنا لسه ما انتقلت إني أستثني أصفار المقام، أنا بس عم بعمل تقاطع بين هاي وهاي، تمام؟ أنا بس عم بعمل تقاطع. أوكي، تقاطع مش مغلقة. ممتازين ما شاء الله عليكم، صراحة عم بتسبقوا. حلو، الفترة المغلقة مسكرة، ليش؟ تقاطع هاي تقاطع هاي، هاي اثنين موجودة هون واثنين موجودة بهاي الفترة، ما دخلنيش، من اثنين لأربعة مسكرة. لكن دومين الاقتران كامل اللي هو ايش كان عندنا الاقتران كامل اللي هو F، اوكي دومين F تساوي تقاطعهم اثنين لأربعة ناقص أصفار المقام اللي هي اثنين. نفس ما حكت البنت هسا، بدي بس تحكي لي اسمك، نفتح اثنين ومنسكر الأربعة. ليش؟ لأن أنا شلت طبعاً منسكر مسكرة مسكرة الأربعة يا جماعة، تمام؟ لأن شلنا اثنين. طيب ممتاز جداً جداً ممتاز هذا الحكي. أعتقد لحد هون بحكي، يعطيكم العافية، نوقف نشوف استفساراتكم. أوكي